حسدت مين قبل كده؟ حسدت مين على حاجة أو على حد كان معاه حاجة وانت معرفتش توصل لها؟ هي ما تبقاش حسد، لأن الحمد لله ما بعرفش أحسد، بس بتبقى غيرة. غيرة إيجابية قد يعتبرها البعض حسد. ما أعرفش، أنا ما بحسدش حد. غيرت من مين؟ غيرت من 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 اللي قدر وهتستغربي، وحسدته كمان. حسدته؟ اللي قدر. شكل عينك صابت. اللي قدر يبيع ويبص لنفسه في المراية ما عندوش اي مشكلة. ما بعرف، مش عارف اعمل ده. فكرت ان انا ابيع، تصدقي فكرت ان انا اتنازل، فكرت ان انا خالف الكلام اللي جوايا واقول كلام تاني. لقيت نفسي، شوف انا بقول لك اعترافات، لقيت نفسي مش عارف ابص لنفسي في المرايه. اقسم بالله بكلمك بصدق شديد جدا، مش احلف، بس انا ساعات ببص لشخص كده، ايه ده؟ ايه القدره دي؟ ايه القدره دي؟ ايه الايه اللي مخليك مستمر في الحياه وبتقف قدام المرايه وتشوف نفسك؟ حسدته على انه عرف يتلون ويعيش ويستمر ويبيع مبادئه ومكمل وبيطلع على الهوا وسعيد. وبعدين لما بنلتقي وبنقعد في مجموعات كده، في ايفنتات او في حاجه، الاقيه بيتعامل على انه عادي. انا عايز اقول لك على سر. قول لي على سر، احنا اسرار. احد الاشخاص دول في ايفنت ما او في فعاليه ما، خرجت بره عشان اشرب سيجاره، انا مدخن للاسف وربنا يعفيني منه. الدنيا زحمه كمان، دخلت اشرب، خرجت اشرب سيجاره، فجه حد من الناس ديت فقال لي ما تديني سيجاره اعفرها اشربها. هو مش شاف سيجارته، هو واقف يعفر سيجارته. لقيته بيقول لي يا ريس، هم في كتير منهم اللي موجودين دلوقتي يعني، بيقول لي يا ريس، اعتبر ان انا قديم في المهنه وان هم اشتغلوا معايا او اصغر مني سنا او ما اعرفش. وقالها لي كده، قال لي يا ريس احنا هنبطل نعمل كذا امتى؟ فرحت باصص له كده، قلت له كذا؟ قال لي اه. فقلت له طب بتعملها ليه؟ قال لي اكل عيش. على فكره هو موجود دلوقتي في المشهد. اكل عيش، بس هو طول الوقت موجود في المشهد اصلا. ما ماشي، انا قصدي لسه ماشي. موجود في المشهد. فقال لي اكل عيش. قلت له بس كده اكل عيش يبقى مر جدا، ما ربنا بيرزق في كل مكان، يعني خليها اضيق من كده شويه. فقال لي هرجعك للسؤال الاول، احنا هنبطل نعمل. قلت له مش هتبطل. هيبطلوا ايه؟ قلت له مش هتبطل. مش هيبطل. ليه؟ ليه؟ قلت له معلش يعني انا لازم اكون صريح، مش هتبطل. دي قدره مش عند اي حد، قدره التلون دي قدره مش عند اي حد. والنفاق وعلى فكره والتضاد مع النفس، اللي انا قايل كلام من كذا بقول كلام مختلف عن نفس الواقعه او مش نفس الواقعه او نفس الحاجه. فلا، هي قدره. في ناس لو قرروا يعملوها مش هيعرفوا.